أهلا بكم مشاهدينا إلى الصحية من الميادين إلى العناوين. قادة الاتحاد الأوروبي يتعهدون بتسريع عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا وبتمديد التطعيم للجميع وإدارة الجرعات المعززة. السلوك الرقمي وتأثيره على البصر والعينين، الوقاية والإجراءات المبكرة خير من قناطير العلاج لاحقا. وفي الصحية أيضا، فيضانات إربيل تودي بثمانية أشخاص على الأقل، وتحذيرات رسمية من حدوث فيضانات إضافية بسبب غزارة الأمطار. أهلا بكم. تعهد قادة دول الاتحاد الأوروبي بتسريع عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا والتنسيق بشكل أفضل في مواجهة انتشار المتحور أوميكرون، وذلك عقب قمة بروكسل. وفي البيان الختامي للقمة أكد رؤساء الدول والحكومات الأوروبية أن تمديد التطعيم للجميع وإدارة الجرعات المعززة أمران حاسمان وعاجلان، وشدد البيان على أهمية تبني نهج منسق بشأن صلاحية شهادة التطعيم، حيث من المقرر أن تحدد المفوضية الأوروبية 9 أشهر بعد التطعيم الكامل الأول كفترة لصلاحية الشهادة للسفر داخل دول الاتحاد الأوروبي. أظهرت دراسة لباحثين مستقلين من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية أن لقاح أسترازينيكا احتفظ بنشاط معادل لسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، بما يبشر باستخدام أوسع للعلاج. وأوضحت شركة أسترازينيكا أن الدراسة تجري مع أطراف أخرى مزيدا من التحليلات لعقار أوفتشيلد، وتوقع ظهور البيانات قريبا جدا. أوصت السلطات الصحية الأمريكية باستخدام لقاحي فايزر وموديرنا بدلا من جونسون أند جونسون في تطعيم جميع البالغين ضد فيروس كورونا. السلطات الصحية الأمريكية أرجعت السبب إلى التجلطات الدموية التي يعتقد أن اللقاح الأحادي الجرعة مسؤول عنها. وقد استندت لجنة من الخبراء الأمريكيين في هذه الدعوة إلى بيانات جديدة أكدت إصابة أشخاص تلقوا لقاح جونسون أند جونسون بتجلطات دموية. ستلزم سلطات الكاميرون المشجعين العازمين على حضور مباراة كأس أمم أفريقيا في الكاميرون بإبراز إثبات على تلقيهم لقاحا مضادا لكورونا وبتقديم نتيجة سلبية لاختبار PCR. يأتي ذلك عقب توجيه رابطة الأندية الأوروبية رسالة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تهدد فيها بعدم تحرير لاعبيها من أجل المشاركة في كأس أمم أفريقيا، وذلك بسبب بروتوكولات فيروس كورونا، قبل أن يؤكد الاتحاد الأفريقي أن الحكومة الكاميرونية وضعت بروتوكولا صحيا خاصا لمكافحة الفيروس. والآن إلى الملف الطبي. استحال السلوك الرقمي جزءا من يوميات معظم الناس في العالم، ليقضي الأفراد ما يقارب نصف يومهم في النظر إلى شاشة ما من نوع ما، رغم تأثيرات ذلك على سلامة نظرهم. نصائح الحفاظ على العينين من هذا السلوك اليومي المضر في هذا التقرير. لا شك أن التقدم التكنولوجي ساعد على منح الأشخاص مستوى أفضل من الخدمات والحياة، لتتحول المنتجات الإلكترونية جزءا يوميا من سلوك الأفراد. لا بل إنها أصبحت الأساس المعتمد عليه في تحديد الخطة اليومية، بدءا من ضبط ساعة المنبه وإتمام الأعمال وصولا إلى أساليب الترفيه الشخصية. لكن قضاء وقت طويل في العالم الرقمي تسبب ولا يزال بمشاكل صحية أبرزها إجهاد العينين أو جفافها أو الصداع أو عدم وضوح الرؤية.
وأظهر بحث أجراه The Vision Council إن 59% من الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الرقمية على نحو روتيني يعانون من أعراض إجهاد العين، وتشمل أعراض متلازمة النظر للكمبيوتر إجهاد العين وعدم الراحة، جفاف العين والصدع، وتشوش الرؤية، وآلام الرقبة والكتف، الرجفان في العيون، واحمرارها. المختصون في النظر أطلقوا توصيات طبية متعددة تشدد على ضرورة أخذ مسافة آمنة من الجهاز المستخدم، وعلى أن تكون مسافة المشاهدة المريحة عند النظر إلى شاشات الكمبيوتر من 50 إلى 65 سنتيمتر من العين، وعلى ضبط إضاءة شاشة الجهاز المستخدم بحيث لا يكون مرتفعة جدا ولا خافتة كثيرا، ويفضل ضبط الشاشة على مستوى إضاءة المكان. جمعية البصريات الأمريكية اقترحت اتباع قاعدة 20-20-20 التي تطالب بأخذ استراحة لعشرين ثانية لمشاهدة شيء ما على بعد 20 قدما كل 20 دقيقة من العمل. ومن النصائح التي يجب اتباعها تعريض العين للضوء الطبيعي بعد الجلوس لمدة طويلة أمام الجهاز الرقمي، وإجراء فحص شامل للعين لمعرفة مدى تأثيرها باستخدام الأجهزة الرقمية. ومن مدينة حيفا في فلسطين المحتلة ينضم إلينا رئيس جمعية أطباء العيون الفلسطينيين السابق الاستشاري في طب وجراحة العيون الدكتور يوسف نصر الدين. أهلا بك عبر الصحية دكتور نصر الدين. عنوان الصحية لليوم كان عن السلوك اليومي في هذا العصر، الترابط بين الإنسان والآلة، الهاتف، الكمبيوتر والتلفاز. ما أثار ذلك على حاسة النظر والبصر؟ بداية وجه التحية إلى جميع المشاهدين وحضرتك بشكل خاص، وإلى جميع أعضاء الميادين على الجهود الجبارة اللي يقوموا عليها من ناحية، ليس فقط من الناحية السياسية وإنما الاجتماعية والطبية. أهلا بك. أهلا بك. السؤال الثاني، طبعا أنا بدي أحط نبذة صغيرة بداية، إنه التكنولوجيا التي حصلت، تطورات حصلت تكنولوجية في العالم من خلال 30 سنة السابقة سبقت ما حصل في البشرية منذ بدايتها حتى ما قبل 30 سنة. طبعا لا ننكر أن التطور التكنولوجي وخاصة في قطاع الميديا وقطاع الإعلام كان له تقدم يمكن أكثر من المجالات الأخرى، ولكن نرى من ذلك هناك كان سلاح ذو حدين. السلاح الأول وهو إيجابي، ما حققه من تطورات على الساحات على جميع الساحات، ولكن هناك تطور سلبي وهو كان على الإنسان. بدي أخذ نبدأ عن هذا الموضوع عشان المشاهدين الكرام يعرفوا ما هي الأمور السلبية على العين بالذات، مع أنه تؤثر على كل جميع الأعضاء الأخرى، ولكن بما أننا نعرف أنه أهم حاسة الجسم هي حاسة النظر، لأن نتأكد هو أنه الشيء الأساسي بالنسبة للعين. في العين أو نعرف أنه الأمور السلبية على العين من خلال 3 أعضاء في العين. أولا القرنية، وهي المسؤولة عن إيصال الرؤية من خارج إلى البقعة الصفراء في الشكل. الثاني هي الشبكية وبالذات البقعة الصفراء. الثالثة عضلات العين. إحنا جميعنا نعرف إنه القرنية هي الجزء الوحيد في الجسم الذي لا يتغذى من خلال أوعية الدهون، اللي هو عضو شفاف. فتغذيته بتصير من خلال السائل اللي في الحجرة الأمامية في العين، والتهوية من الخارج، وترطيب من الغدد الدهنية والغدد الدمعية في الجفون في العين. فكما نعلم أنه كل عضو في العين له سبب معين وله فائدة معينة، الجفون تعمل من خلال الترميش إيصال المواد الدهنية والدمعية لترطيب العين. لما نرمش فقط هي لحماية العين من الأمور الخارجية، وأيضا لغسيل العين من الغبار وما إلى ذلك وتغذيتها، وكل هذا بيطلع بروح على القناة الدمعية إلى الأنف وإلى البلعوم. إحنا إذا بنلاحظ شغلة أساسية إنه خاصة الأطفال طبعا،
بنلاحظ شيء اساسي، انه من خلال الانتباه الشديد على الاجهزه اللي بيستعملوها بالدعم من اللابتوب وانتهاء بالايفون، من كثر الانتباه ينسوا ان يرمشوا. هذا بيؤدي الى جفاف، ممكن يوصل الى جفاف شديد في العين. طيب أعراضه بتكون خفيفه، بعدين بتصير اعراض شديده تؤدي الى 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 كثير من الامور القرنيه اللي تدخل فيها من تقرحات وغيره وغيره. طيب دكتور نصر الدين، هل كل الاجهزه من هاتف او كمبيوتر او ايباد او تلفاز تؤدي نفس الاضرار في شبكة العين أم تختلف بين جهاز وآخر؟ أكيد لا، بس أنا كنت بحكي بس أيضا على عضلات العين اللي بتأثر. تفضل 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 تفضل. على البقعة الصفراء، أنت بتعرف إنه البقعة الصفراء هي منطقة صغيرة بالشبكية. نعم. هي المسؤولة عن الرؤية الرئيسية. طبعا أي إنسان إذا تعرض بأي عضو في الجسم إلى الحد الأعلى من ممكن يتحمله الجسم يؤدي إلى الإشهاد. البقعة الصفراء ممكن تؤدي، طبعا احنا بنلاحظ انه مرات الواحد بيكون قاعد قدام الكمبيوتر بقول لك انا بطلت اشوف. شو السبب؟ انه العمل مؤقت في البقعة الصفراء بحيث انه بطلت تستقبل، تقدر ان تستقبل المعلومات من الخارج. على عضلات العين طبعا بنعرف انه الاجهاد على العضلات العينين بتحرك العينين يمين شمال فوق تحت، فبرضه تؤدي الى اجهاد. هلا احنا بدنا نجي إذا الأمر الآخر اللي حضرتك تفضلت فيه، هل كل ما يتعلق بالميديا يؤثر؟ نعم، ولكن بدرجات. كل إحنا نعرف إنه كل ما صغر الجهاز زاد التركيز على العينين حتى تكون الرؤية واضحة لها. فبنلاحظ إنه حتى في الصناعات الأوروبية والأمريكية أصبحوا يهتموا في شاشات التلفزيون الكبيره. كل ما يكبر الجهاز كل ما يكون اريح، عشان هيك احنا بالسينما بنكون قاعدين مرتاحين نشوف الشاشه قدامنا حجمها الطبيعي اذا لم تكن اكبر. نعم. كل ما يكبر الجهاز من ديسكتوب لابتوب ايباد ايفون الاجهاد بيزيد. عشان هيك انا برايي في هذه الامور، لانه احنا وقت ضيق صراحه، نعم، اعطي قضية إلى العلاج، والقضية الأهم الوقاية. القضية العلاج طبعا كل بذاته. بالنسبة للقرنية بدنا نعطي قطرات للطرف. بالنسبة للعضلات بدنا نعطي شغلات تريح العضلات. بالنسبة للبقعة الصفراء أيضا نعطيها شغلات معينة اللي تريح. فأنا ما بدي أشد حالي على العلاج من الوقت، لأنه بداهمنا أنا أقول بدنا نمشي للإشي الأهم في كل هذا الأمر، ألا وهو الوقاية. بدنا نبلش بإشي معين بالنسبة للقرنية، كيفية الوقاية من هذا مرض العصر. برأيي أنه أفضل إشي ألا يكون الموظف، لأنه أكثر إشي بهمنا الموظفين بصراحة والأطفال، هم اللي دائما معظم وقتهم على الكمبيوتر او على الالعاب اللي بيلعبوها الاطفال، انه يكون عنده حد جنبه يلتهي معه في النقاش. ليش؟ لانه انت لما تحرك عينيك يمين شمال لازم ترمش، وهذا اللي بيلعب دور ايجابي بالنسبه للقرن. الحركه الدائمه بالنسبه للعينين يمين شمال، وان عندما يعطي الداتا للكمبيوتر يعطيها بدون ما يطلع على الكمبيوتر، بس لما ياخذها من الكمبيوتر بيضطر يطلع. جيد دكتور نصر الدين، عذرا للمقاطعة، لو سمحت لدي بعض من الأسئلة، الوقت ضيق، أرجو إجابات مختصرة من بعد إذنك. بعدما باتت هذه الأجهزة جزء من حياتنا اليومية، بات الاستغناء عنها صعب. الآن كل التركيز عن، ليس الاستغناء عن هذه الآلات أو التكنولوجيا الحديثة، وإنما كيفية التخفيف من الأضرار على العين تحديدا. بإجابة مختصرة، هذا الإجابة اللي بقول لك إياها، إنه إحنا يا ريت نعمل في الوقت الحاضر أن نستعمل ما هو لازم، يعني الفيسبوك والواتساب والماسنجر. نعم. يريد أن نخفف منهم في لحل الأمور الأخرى، بالطلاب بالنسبة لواجباتهم، الموظفين بالنسبة لعملهم. والإشي الثاني كنت بدي أحكي أنا، وهذا مهم جدا طبعا، أنه أن يخلط الموظف ما بين العمل المكتبي
والعمل على الكمبيوتر. مش ضروري 8 ساعات على الكمبيوتر، يعني نص ساعة على الكمبيوتر، نص ساعة على العمل المكتبي. مش معقول الموظف يكون مش عمل وراء. صحيح صحيح، هذا كثير بتريح الموظفين. والشغل الأخير بالنسبة للشبكية طبعا النظر إلى الكمبيوتر لفترات طويلة تجهدها. فإحنا إذا انتقلنا من الكمبيوتر للعمل الورقي أيضا والعمل المكتبي يؤدي إلى راحة العين وعمل مساجات على عضلات العين العليا من خلال وهو في عمله. فإنه أقول للإنسان وقف عن الكمبيوتر لا يمكن، لأنه الطبيعة هيك تطلب، التكنولوجيا هيك تطلب، ولكن بالحد الأدنى نقدر نستمر. ذكرت أن الضرر يكون أكبر على الأطفال، هذا مؤكد، وخصوصا الذين يلعبون على الآيباد. لماذا يكون الضرر أكبر على الصغار من الكبار؟ الكبار ممكن أن نصحهم بأنه ما يقعدوا بساعات طويلة، وخاصة على الأجهزة الصغيرة. يمكن يسعوا الأمور. الأطفال إذا بلش في لعب من اللعب، وخاصة هاي اللعب الجديدة اللي فيها يكون الطفل ليس مقابل الكمبيوتر وإنما في داخل الكمبيوتر، يعني بيكون قاعد بيستعمل السلاح وغيره وغيراته، ويعتقد أنه هو بالفعل الفعل منسجم، لا يمكن أن تقنعه أنه يخفف هذه الأمور أو أنه يصير يرمش في عينه، مش راح يقدر أنه هو منسجم بالكامل. طيب. فالأطفال هم أكثر ناس عرضة، أكثر ناس عرضة لهذه الأمور. بتمنى من الأهل بشكل ذات أنه يعني يكون في نوع من المراعاة التخفيف للأطفال، وخاصة بالنسبة للألعاب. طيب، هل صحيح أن الضرر يكون أكبر لو كانت الأضواء يعني مطفأة في الغرفة، وليس هناك يعني فقط إضاءة الكمبيوتر أو الهاتف والغرفة مظلمة، تكون الأضرار أكبر؟ لا يوجد هناك دراسة في أحد الموضوع أكبر مثلاً على ذلك، من الواحد في الشارع السينما أو في المسارح كلها تكون الإضاءة مطفية مطفأة. فهل هناك إشي رسمي أو إشي مثبت علميا إنه الإضاءة المطفية تؤثر أكثر، أو الإضاءة تكون تؤثر أكثر؟ ما في. الإشي الأساسي تخفيف وليس النظر على مضاعفه. دكتور نصر الدين، ذكرت في البداية أن هناك أضرار أخرى غير النظر على الجسم من خلال استعمال الهاتف المحمول أو الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر، ما هي؟ طبعا هذا أصبحت مجال تخصصي، ولكن أنت تعرف أن الأضرار كبيرة. وضعية الجلوس، هل هي طبيعية أنك تكون على التخت فاتح الآيفون وحاط الفرش الحاف فوقيه، كل هذا الوضعية غير طبيعية، إن كانت على المكتب أو كانت في التخت، تؤثر على الظهر، الرقبة، العضلات، هذه كلها أمور سلبية تؤدي إلى أمراض كثيرة زي الديسك ومرض العضلات في الجسم. ولكن الإشي الأكبر والأهم هو النظر بصراحة. طيب، هل استخدام نظارات الحماية من الضوء الأزرق في استخدام الهاتف المحمول أو جهاز الحاسوب مفيد للتقليل من الأضرار على شبكة العين؟ زي ما تفضلت أنت، نعم، هناك يعني إحنا الكمبيوتر اليوم تطور بشكل كبير إنه أصبح لا يفرز إشعاعات تؤثر على العين، وأصبح هناك أيضا في عدسات تحمي، بسموها بلو، بسموها ليزر، بيحموا من كل الأشعة اللي تطلع من الكمبيوتر. ولكن هذا لا يكفي، لانه احنا بنحكي عن الجهاد، لا ما نتحدث عن تاثير الكمبيوتر على العينين، وانما الجهاد الرئيسي والجفاف اللي بيصير في العينين هذا ما خصه الناس. اوكي، الدكتور يوسف نصر الدين، رئيس جمعية أطباء العيون الفلسطينيين السابق والاستشاري في طب وجراحة العيون، كنت معنا من مدينة حيفا في فلسطين المحتلة، أشكرك جزيلا على هذه المشاركة. شكرا لك وللمشاهدين. والآن إلى الملف البيئي. في الخبر الأخير، قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بجروح إثر فيضانات تسببت بها الأمطار الغزيرة في إربيل بكردستان العراق فجر اليوم. وكالة فرانس بريس نقلت عن محافظ إربيل أميد خوشانو تأكيده أن السيولة تركزت في أحياء شعبية واقعة في شرق إربيل، إلى جانب تسببها بأضرار مادية كبيرة.
هذا وحذرت السلطات في الإقليم من احتمال وقوع فيضانات إضافية. مشاهدينا الكرام، الصحية انتهت، شفاكم الله وعفاكم على الدوام، إلى اللقاء.